اوائل الدفعه، حبايب قلبي كل الدفعه طبعا، حبيبه قلبي كل حاجه، بس دولت الناس اللي هم يعني ايه اشتغلوا ومتابعين من اول مره ومن اول سيكشن وبيحضروا وبيسالوا وما بيفوتوش النص درجه، النص درجه بتاعتهم بيسالوا عليها. خلاص مين المركز العاشر؟ كرولوس انسي فهمي. نط يا كرولوس نط. فين ناولين يا ماما؟ يلا قولي يلا. بسملة محمد جلال. بسملة محمد جلال. وطي واحنا بنتكلم وعلي في النص. بسملة اللي بعده. سما محمد سيد. ألف مبروك. بصيله بصيله انت بصه فين؟ اللي بعده محمد ربيع محمد عشري. شهد محمود عبد الله. مبروك يا شهد. جويس أشرف ماهر. قولي المركز. المركز السادس. المركز الكذا المركز الكذا. وعلي صوتي. مبروك يا جويس. ألف مبروك. المركز السادس علياء أنديل علي البدري. مش موجودة؟ فين؟ عدوها يا شباب. المركز الخامس روان رأفت عبد الله العظيم حسنين. المركز الخامس بسنت عاطف مندي منصور. المركز الرابع أحمد حسام الدين محمود. المركز الثالث أكرم محمد زكي. المركز الثالث نور علي فاروق عبد المنعم. المركز الثاني روان أنور عبد الحليم عبد الفتاح. مبروك يا روان. والمركز الأول بسنت أسامة بسيط. مبروك يا بسنت. صدقني أول مرة أعرف إنك الأولى. ما نقدرش ننسى دور الشباب اللي بيشاركوا في الأنشطة واللي بيساعدونا دايماً دايماً دايماً
وبامانه متواجدين، امتحانات متواجدين، مؤتمرات حاضرين، بامانه كل حاجه. احمد عيد اتفضل يا احمد. وطي صوت. شكر خاص جدا 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 للشخص ده محمد عادل. بأمانة تكرم الأول. محمد عادل من أحسن الشخصيات، لو كان في مسابقة الطالب المثالي ده الطالب المثالي. شاطر، ربنا يكرمه، مجتهد جدا. كل الديزاينز لو تاخدوا بالكم، كل الديزاينز اللي معموله في الجامعه والبمارات هو اللي عاملها، اي ايفنتس. واحمد عيد طبعا، بس يعني انت اللي بدات صح، واي ايفنتس هو متواجد فيه، شاطر، بيشارك زمايله. بامانه 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 انا احييه، ربنا يكرمه. عايزاكم كلكم تبقوا زيه. كل سنه وانتم طيبين باذن الله. ان شاء الله اشوفكم متكرمين السنه الجايه بالظبط في نفس الايفنت، في نفس كل حاجه، وتساعدونا برضو كده زي زمايلكم.